السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عملنا اد نيو دوكيمنت وتشيكنا وجبنا الداتا، يعني عملنا ريتريف للدوكيمنت بتاعنا، هنخش طبعا الابديت والديليت، ده الطبيعي. فعشان اعمل ابديت فكرة بسيطة جدا، انا اقول ابديت الدوكيمنت شكلها ايه، ماشي، ابديت دوكيمنت العنوان بتاعنا اهو. طبعا مش هتبقى هنا جيت، هتبقى بوت على دوكيمنت على الداتابيز بتاعتنا زي ما احنا ماشيين كده، كويس جدا. المهم بقى ان احنا نيجي بعد الحته دي بنقوم عاملين ايه. انا عندي هنا 34 على 0 مثلا، ده اسلام بقى 34 على 0، فانا هعدل ده فهو له 34 على 0 كده، ده الاي دي بتاع الايه، بتاع الدوكيمنت، ومحدد ان هو بوت. وطبعا لازم يكون في بيزك اوثنتيكيشن. البادي بتاعنا لازم الداتا اللي انت عايز تبعتها، طبعا بنكتب هنا الداتا كلها في الغالب، ده الطبيعي بتاعنا يعني، او ده اللي احنا بنبقى معتادين عليه. بس انا هاخد الداتا من هنا عشان اشرح حاجه هنا مهمه شويه، رغم ان في حاجات في شويه خصائص كده ممكن تظبط الدنيا، لكن انا حطيت البيانات دي. الطيب مش محتاجينه. احنا طبعا الار اي دي احنا ممكن نبعته هنا، احنا بعتناه فوق، عملناه هنا ادي 34 0، فاحنا مش محتاجين نبعته هنا، تمام. الفيرجن من المهم جدا 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 ان انا اقول ده فيرجن 2، لان كان في فيرجن 1 اللي هو اسلام بقى، ده مش عايزينه دلوقتي، انا عايز فيرجن 2. والكلاس بتاعي ام بي 1، طبعا ده ميزه كويسه جدا لو انا عندي اكتر من يوزر، بدل اليوزر الشغالين او كونكرنت يوزر الشغالين، فعندي اربعه يوزرز دخلوا طلبوا الريكورد ده عشان هيعدلوه. اما اجي ابعت لكل واحد رقم، يعني دخل فيرجن 2 ده 3 ده 3 ده 4 ده 5، عشان لما يجي يبعتوا البيانات ما يحصلش كونفليكت في الداتا. ادي الكلاس مثلا، اسميه مثلا ايه، مثلا و 30,000 مثلا، وخلينا تاريخ التعيين مثلا 2020، غيرنا والان باي دي زي ما هو. طبعا دي مش محتاجينها خالص، نشيل بقى الكورس ده زياده، احنا بس اللي بعتناه زياده عن عن الاضافه، كنا بنبعت الكلاس وبقيه الفيلدز، هنا بنبعت كمان الفيرجن واحنا بنعدل، وكمان واحنا بنعمل بوت، وبنبعت من فوق هنا الايه، رقم الدوكيمنت اي دي بتاعنا اللي احنا شغالين ايه، شغالين عليه. لو دوسنا كده سند قال لي كونفليكت، الكونفليكت عندك بيقول لك كان نوت ابديت الريكورد 34 0 بيكوز ذا ايه، ذا فيرجن از نوت ذا ليتست فيرجن، وده الفيرجن ده متعدل. الله جميل قوي، وانت بتقول بتعدل على اولد ريكورد، ممكن يكون بتموديفايد باي انذر يوزر يعني، ومديك بقى ايه كذا كذا، ماشي. يعني هو بيقول لك لا الفيرجن ده برضو مش الليتست فيرجن، قلت له ماشي، ممكن يكون احنا فاتحينه في حته ثانيه، عامل برضو كونفليكت معانا ولا ثلاثه قبله، امال ايه؟ طيب المفروض ما كانش يبقى احنا فاتحين كذا مره، لا انا شلت الفيرجن بس ودوست على سند، هو عمل جنريت للفيرجن لوحده، يعني هو اخد الفيرجن عليه الدور، انا ما حددتوش. يعني بعت اهو البيانات لو واخدين بالكم، بعت الكلاس ان لي نيم الجوب السالري الهاير ديت الام بي نيم او الام بي اي دي اسف، واما عملت سند قال لي خلاص ماشي انت 34 على 0 زي ما انت، لكن ده فيرجن 2 واسلام بهاء وموبايل ومش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه. طبعا لو احنا يعني لو حبينا مثلا كان عندنا مثلا 35 اللي هو ايمن، بص سند، تمام انا غيرت خلاص بوظته خالص، خليته برضو زي اسلام، يعني بقى الاثنين عندي دلوقتي ايه، نفس بيانات اسلام دي. بس هنشوف بس ال، ايوه بقت بياناته اسلام برضو، انا غيرته كده. المفروض ان انا برجع هنا على واقول له كريسيرش، لقيت ان 34 و35 الاثنين بقوا اسلام بهاء اهم، 30,000 بنفس الديتا صح، لكن انا هقوم لا انا عايز ده بقى، خدوا بالكم ده كده قال لي ده فيرجن ايه، ده فيرجن 2، خدوا بالكم اللقطه. كان عندي ايمن فيرجن 1، بعد كده في فيرجن 2 بقى اسمه اسلام خلاص، ورجعت تالت مره هبعته هو، بس قلت لا انا هرجعه ايمن محمد مثلا،
عشان يجيب لي فيرجن 3 بس نشوفها. وخليت خليته مثلا تيستر زي ما كان، وخليته مثلا ب 17500، سيبك من التاريخ، وخليت الاي دي بتاعه ايه 1112 مش واحد، وقلت له سند اهو. عمل ايه؟ قال لي خلاص ماشي اوكي. قال لي ده يبقى فيرجن ايه؟ فيرجن 3. وايمن مهام يعني لو رجعت هنا كده دلوقتي وعملت رن، لقيت ايه؟ ان بقى في عندي ده في فيرجن 2 وده في فيرجن 3 خلاص، وده ادي الاي دي، وادي اسلام بهاء على موبايل موبايل ديفلوبر 30000، ايمن تيستر على 17500، وادي الايه الاي ديات مختلف. ده طبعا البيانات دي طبعا دي كده محفوظه كده، لكن دي منظر يعني، لكن دي مالناش دعوه، دي الهيستوري يعني منظر. ده كان كده ازاي نعمل ايه، ازاي ابديت ريكورد. طيب بعد ما ازاي ابديت ريكورد، ازاي ديليت بقى؟ هناخد نفس الكلام ده، اقول له ريكويست، واقول له مثلا ايه ديليت دوكيمنت على نفس العنوان، هو برضو على 35.0 هو نفس العنوان، بس انا بقى هختار ديليت بس، واحط الاوثنتيكيشن بتاعتي تمام، ومش هبعت اي ديتا لان انا اصلا بعت الاي دي بتاع الايه اللي انا عايز احذفه. طب قلت له يلا سند، قال لي 204 اوكي. يعني لو رحت هنا على السيرفر بتاعي وقلنا له جرب لنا سيلكت كده، قال لي مفيش غير اسلام بقى اللي عندك في الداتابيز. ايمن راح، ايمن ايه حذفناه خلاص تمام، وهو المطلوب فعلا تمام. يبقى كده اخدنا طبعا لو رحت عشان تشوف الداتا بتاعتك هتلاقي طبعا مفيش غير الايه بتاع اسلام ده. كده شفنا الابديت ازاي نمشي الابديت، وازاي نعمل الايه، ازاي نعمل الديليت، نخلي ريست فور اي بي اي على الاورينت داتابيس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.